كانت احدى الشكاوي خاصه بمدرسه محمد عبده بحي غرب شبرا الخيمه، وكانت المشكله دي ان في قطعه ارض قدام المدرسه واحد مستولي عليها وعامل فيها جراج، وكمان بيربي معيز وخرفان، والخرفان بتخش تلعب مع الاطفال وبتمشي جنبهم وبتاكل الجنينه وحاجات غريبه يعني، وعامل كمان برج حمام. بعد عرض المشكله دي والتواصل مع الدكتور بكر عبد المنعم، يعني دي كانت صور امبارح يعني اول امبارح بالتحديد، بعد عرض المشكله مع الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينه شبرا الخيمه تم ازاله هذا الجراج والتعديات كلها. يعني حمله مكبره. طبعا احنا بنشكر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبيه على سرعه الاستجابه. زي ما احنا شايفين ادي يعني ادي الازاله، وبالفعل يعني ازاله كل التعديات من قدام مدرسه محمد عبده بشبرا الخيمه. دكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شبرا الخيمه مدينه شبرا الخيمه، تحياتي لحضرتك. والله تحياتي لسعادتك وللقناه. يعني بنشكر حضرتك على سرعه الاستجابه يا دكتور بكر. لا ده واجبنا واذا شفنا ان اي مخالفات موجوده او اي حاجه بتاثر على المواطن او على الطرف اولادنا يعني في التو اللحظه كانت تعليمات معيده غير النعمه ونشيل كل هذه المخالفات وعدينا على كل بقى المدارس على اساس ان لو في حاجه ثانيه موجوده يبقى كل المدارس تبقى فينا ان شاء الله تبقى بلا اشغالات وبلا مخالفات باذن الله. طيب يعني بنشكر الدكتور بكر عبد المنعم، بس يعني كان في برضه مشكله من ضمن المشاكل برضه المزبغه اللي في حي شرق يا فندم، وحضرتك طلبت انها تشكل لجنه. اللجنه تشكلت وان شاء الله اللجنه يعني هتنزل بكره باذن الله وهيطلع النتيجه في نفس واذا كانت مخالفه هنغلق، واذا كان في توفيق اوضاع يقف على حد ما يوفق اوضاعه حرصا برضه على سلامه وحياه المواطنين. يعني بنشكر الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينه شبرا الخيمه طبعا على سرعه الاستجابه وتلبيه طلبنا وطلب المواطنين والاطفال واهالي الاطفال اللي موجودين في المدرسه. بنشكر اللواء محمود العشماوي محافظ القليوبيه، وبنشكر كل الجهات التنفيذيه في محافظه القليوبيه على سرعه الاستجابه وتجاوبهم معنا.